دول ما لحقتن ما لحقتن ما لحقتن راح. بسيطة بسيطة يا أحمد وأيهم. إيه معن معن ست الحسن والجمال. ما لحقنا شفنا اللانش بوكس. ما لحقنا أنا مو شايفين. أطمن عليهم. هون العسل لقيت هوني. تعي انت جابك لهون. اشوف هذا جبناه لسنة جيتي انت. يا عيني عليكي. ها؟ انت هون سطح؟ لا ماما سطح. ماما قالت لك؟ ماما سمحت لك؟ ايه لكن اذا حكيت ماما بابا ايش في داعي احكي؟ خلص ماما هي بتمشي كل شيء. صباح الخير. هذا الشيء انا ما بيناسبني ابدا. ريحة كبسات جبنة على ريحة ما بعرف ايه. المطبخ كل الاكل ريحته واصلة لفوق. ما بيمشي حالي. ما عم يخلوني استمر هن بنظام الغذائي. فتحت هيك مع التون عبالكم. صدقوني فتحت مع التون بس هيك. صباح الخير. صباح الخير. ها؟ راحوا مدرسة؟ راحوا راحوا المدرسة؟ شو؟ ليش أنا سنوت أنا؟ أيوه أنا كان بيروح على المدرسة. إيه ما في مشكلة. ليش لك ليش هيك حرقتيهم للأولاد؟ ليش؟ لك لا أنا عم بودع الأولاد عم ما نغلبت إنه نسيت. خلاص حبيبتي خلاص اعملي لهم غيرهم. والله شو؟ إيدك شلت ايد ما مديت ايدي لسه لسه بس عم بطلع بس عم بشوفك انا عم نبهك اما بدك البنت كمان معك عم تنبهني اختي علي هاي الحنونه هاي الحنونه بس عند الاكل ما لها حنونه ماشي ها راح اكلهم انا ها لا. انا راح اكلهم هذول لالي لا طب هذول لنا نحن لا لا شو هذا 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 نظراته بده يقتلني على الخالص هذا هيك 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 بده يقتلني بسيطة بسيطة يا ما سرقت لي الحلوة وما حكيت شيء يا ما يا ما ويا ما انا معلش بس انت لا ما بصير بسيطة اعملوا كترو اعملوا كترو شوفي مثلا هدول ما اكلت منهم خلص وما اكلت منهم صدقوني خلص وما اكل ابوك منهم ايش شو عم تعمل لي باصبعتك ها هذا ايه هلا ما في هلا هلا لا ما راح تاكل هدول للحضانه للحضانه حضانه لا انا نسيت كاتشب شو مرات نطلب نطلب نحن بيتزا نطلب برجر نطلب هاي فبيجي بيجي معه يجي معه طعام الكبان طعام نستخدم لأني بزيدوا هدول وبعتوا معه والله ما أنا كتبون مخ تجاري هذا ما في شيء هذا المخ التجاري صح مش حطيتي لهم كبلة خلنش لهم رأي أموت ما اطمنت على اللانش بوكس ما اطمن على الولاد وين 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 يا مهول وين مش أخذوا معنا أحمد وأيهم كم نفس أخواته بس حطيت لهم توست هون حمود أيوة يعني شوية كيوي على فراولة على بلوبري على مارشميلو على بسكويت طلع عم يقلدني طلع طلع هذا خير دفع ايده عم يقلدني عم يقلدني سنود طيب ما في ما في مشكلة خلصان البربري شو الشيخ حضرت احمد اكثر لا حد خلص هدوك كبار بياخدوا اربع قطعات بتاخدوا قطعتين اوكي لا بالاكلات مثل بعضهم شو هي دخل اربع قطع وثلاث قطع لا معش قطعتين اعطوني لهون راكت لكم هنا تعي ها خذي هاي الكبار ايش هدول يعني ما يعني ما بنبلعوا مع هاي لميرو هاي لمير هاي سنود عفوا هاي لسنود هاي لميرو هاي لميرو اوكي يا
ايوه يلا ها كل ون ها هذول اللي عليك شفتي؟ اوكي سنون اولاد جايين جايين مجاعة انت واختك اوكي واروح انا تعالوا الشرطة اروح مخي اهتم اكل ذبحتني بلكن قهوة هيك بتصد النفس على الاكل نروح ناخذ ميرا وسنود على الحضانة لازم نجيب شو الدولنا حتى الدولنا هي ما عارفة فكرتني نسيان فكرتني نسيان اهلا 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 شال حلوين شال حلوين طالعين مثل الجازون ما شاء الله عليكم طالعين طقم انتو الديزاين تبع الحديقة ها ايش هالشعرات الحلوين هدول ها انت شو لا انت ما بيصير ستة هذا ماما ها ستة ماما ستة هذا ماما ايه ماما حطت لك اياه هون يا تعرف لو تشوف ردة فعل مريم لك هذا قبل ردة فعل امبارحة فايق لي الساعة 3 بالليل قبل بدي اروح على الحضانة قال قوموا خذوني باي هذا شايفينه متنشط قال بدي اروح على الحضانة اليوم نلبس زي شو اسمه زعرة انت ولا رياضة اه هدول تياب الرياضة يعني عندهم نشاطات ورياضة وين وين ناخذ شناتينا ونروح بقى بابا هلكني حتى هلا انا عم بشرب قهوتي كل شوي يفتحوا الباب كل شوي يفتح المره الجايه مقفله مريم غش الضحك على طوب الخروف انا كيوت حلو اوكي يلا عم تشيل رتب التخت اخوه بده 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 شنطه وين هي شنطتي وين وين لا 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 بدي نزل الهي لا كثير هيك لا لا ماما هي ثقيله كثير هيك بتمسك بس لا وزني هاي تقيلة بس وين المشكلة صار عم يمسك هون وبيتعلق هون عرفتوا بهاي بمد ايده وعم يتعمشق فيها وما بعرف بس انه يعني مثبتة هي مزبوط بس واحد انا وين دخبي افك الدرج لا افك الحيطان فك الحيطان فك الدنيا نعمل سبونج بوب هذا ايه ها هي لقله يعني؟ هي هذا واجبه؟ هي انه عملوه معه بس هي الفلبينيه هلو هلا بتقول لك هلو بعملوها هلو شو كيف تعمل له هلو؟ هو كمان هلو انت بتشوفك يلا تفضلوا يلا شغلت لكم السياره مشوا يلا بابا خليني اوصلكم بدنا نروح يعني عنده شغله شو؟ مفشي مفشي حبيبتي أمور الأمور طيبة الأمور بخير الأمور بتجنن يعني ما في مشكلة أبدا والله يعني بكرة واجبت المفتوحة أنا خلينا نحضر لها من اليوم ما صدقت إيه ما تجيني يوم الجمعة أنا هلا اليوم خميس لابسة شحاطة ورايحة نسياني حالي حبيبتي نسكافيه ومفتاح أعطيه أعطيه إيش اسمه لا افتح له هدول بخاف شو كسرة ايه كسرة اجيب لك مطرقة ايه اجيبي لي مطرقة خليه يكسر السيارة اعطوني شي شاكوش او مطرقة خلي جيبه في المفتاح الانجليزي هذا دايه مرة واحدة اخي خلصني بالسيارة كل ما بده يطلع بده يكسره خلاص لا خلي خد بابا خد روب السيارة خدها روح كسره روح يلا روح كسر السيارة يلا روح كسر يلا روح كسره روح كسر السيارة لا خلصني بالسيارة خلصني منها مكان لا هاتي كلها منه شيء بدي أشيلها بروح بتش تش تش كسرني السيارة طلع السيارة روح دمه حمي أصلا إيش دمه حمي خلق ما عطيتك مفتاح الإنجليزي لكسر السيارة تعا شوي 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 بسم الله شوي 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 طلعوا السيارة مغسولة ومزبطة وأمورها باللوز طلعوا هاتي هاي عنك أنتي طلعي أنا بطلعي لحالك بعدين شيلي الشنطة تبعك يلا بابا حبيبتي يلا ايه لأنه راسك عم يوصل لفوق عرفتي ضروري ترجعيها لورا خدي أنا نازلة هلا مو هي نازلة كانت لقدام راحت رفعتها لفوق على أساس راسها عم يوصل لفوق إن شاء الله أشوفك صبية وراسك عم يضرب بالسقف كمان منيح ما شاء الله يلا تفضلوا
بيت اولاد شيب شيب. شوفوا الاولاد تقولوا اسيرين. افتحي. اوكي اوكي. معرف شيل. تقولوا اجاهم اخلاص. يلا 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 اعطيني هذا. اوكي اوكي. خليني اشيله لسنوت شيل احسن. اعطيني والله عم يخوفني. لك وين عم يضل طاير؟ يفلت من ايدي ولا شيء دخيلك دخيلك. وليه؟ انت مخوف العيلة كلها؟ صغير القوم صغير القوم. شو يقولوا له هاي؟ مينو مين؟ فكر احط كلبشات بايدينا. في انتبه سكير. يا 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 ايوه بيوقفونا. تعوا يلا تعوا. اي في اي في لشوف كل يوم بدي اكل. طب وقع هون. تعوا نشوف بدي وقع سنود هون. لك بس اتركي له شوف. يلا يلا اوكي. استنى زبط. لا ما وقع هالمرة. انا ماله بالعادة مشان كل يوم بدي اكل وقع هون على الباب. عرفتوا؟ اليوم ما في لعب برا ادخل. يلا اليوم عندكم جوا. يلا وين بيقولوا لكم روحوا بتروحوا. هذول ما لهم امك وابوك لحتى ما تسمع الكلمة. يلا هذول ما لهم امك وابوك لحتى ما تسمع لهم كلمة. اي يا ما جبتي له هذا؟ لا جبتي له شو اسمه؟ ليك ليك الاولاد لابسين لبس الفضاء. شايفين؟ يلا شطورة ميرو رح تروحي تلبسيهم؟ ها؟ هون بصور. هذا ما كنا نلاقي له عمر سند. هلا هذاك الولد مو من طول سند تقريبا. لا اصغر اكبر اكبر. ما لقينا له. ناخذ له صور لهون لميرو يوم بده يطلعوا على الفضاء يعني. هلا بتحط لك خذوا لي هذا على الفضاء. بسم الله. خذوا لي اياه على الفضاء. وينه؟ وينه سنود؟ شو رايك تروح على الفضاء؟ ترتاح مننا؟ شوف هلا لو شاف اولاد عم يلعبوا برا هنيك كان عدل مزاجه. شو سنود؟ بربختي؟ ايه طلع الاولاد كلهم طالعين على الفضاء. مرتاحين اهاليهم بيبعتوهم على الفضاء بيريحوا منه. يا حبيباتي.